هي غادي ان شاء الله هي غادي. انت زوين انت زوين. شنو سميتك؟ سيف الدين. سميتك سيف الدين. مشاهدون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، او بالضبط من منطقة الرحمة. وحنا في قلب الرحبة ديال الرحمة، واحد الطفل صغير اللي تالف هنايا، وحاليا هو راه مع رجال الامن ورجال السلطات المحلية اللي مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها داخل هذا الرحبة هذه. لا كانت الام ديالو او لا شي واحد معيته كيسول على هذا الطفل، هذا هو حاليا راه في الرحبة ديال الرحمة. رجال الامن كذلك السلطات المحلية هما راه معاه، راه مخلينوش بوحدو في انتظار يبان شي واحد في العائلة ديالو. يعني بارطاجيو هذا اللايف يوصل العائلة ديال الطفل، تقريبا كيبلغ من العمر شي 4 سنين ونص او 4 سنين، يعني الدري باقي صغير، هو في ايادي امنة. يعني الوالدة ديالو ما تخافش عليه او الاب ديالو ما يخافش عليه، ولكن خصو يجي يشوف الابن ديالو. وحاليا راه في الرحبة ديال الرحمة، راه مع رجال السلطات المحلية ومع رجال الامن، يعني اللي بغى يجي يشوف هاد الدري هذا راه كيبكي مسكين من قبيله، وكيقول بغيت ماما بغيت ماما. يعني الدري التالف في الرحبة ديال الرحمة. شنو سميتك؟ قولي شنو سميتك؟ سيف الدين. شنو سميت ماماك؟ مع من جيتي، ماماك ولا باباك؟ جيتي مع أمينة؟ مع أمين؟ شكون هو أمين؟ جيتي مع أخوك؟ شنو جيتي دير هنا؟ جيتي عند باباك؟ باباك خدام هنا؟ باباك خدام هنا؟ وشنو جيتي دير في الرحبة؟ انت زوين، انت علاش جيتي بوحدك للرحبة؟ فين كتسكن؟ شمن بلاصة فين كتسكن؟ عارف فين كتسكن؟ عارف الدار؟ عارفة؟ هاي غتجي ماما، كمشى الدري يكلمها لينا. وخوك فين هو؟ واش تلفتي على خوك؟ نقول سيف الدين؟ خوك سميتو أمين؟ كيف ما سمعتو الاخ ديالو سميتو امين، جاوا وياه للرحبه وتوضر عليه. يعني الناس اللي كيسولوا على هاد الطفل، هو راه موضر هنا في الرحبه ديال الرحمه. السلطات المحليه ورجال الامن راهم قايمين بالواجب، راهم شادينو في انتظار يبان شي واحد في العائله عاد باش يقدروا يعطيو ليهم. يعني ما يقدروش يطلقوا الدري يمشي بوحدو، خص يجي شي واحد في العائله ويتعرف عليه ويعرفه، وديك الساعه يقدروا يعطيو عليه. يعني ردوا بالكم لوليداتكم، الرحبه هذه الوقت راه تبدلات، شدوا ولادكم عندكم ما تخليهمش يخرجوا بوحدهم. يعني هو خارج مع اخوه سميتو امين. امين كبير ولا صغير؟ سيف الدين كبير، شحال عنده من عام؟ شحال؟ 15. وانت شحال عندك؟ شحال؟ 4. شحال؟ نقول لي شحال؟ شحال عندك؟ 8. 6. 7. يعني هو جمع الاخ ديالو كيقول انا راه عنده 15 عام، الدري باقي صغير، ردوا بالكم لوليداتكم.
مشى واحد الدري دابا باش يتواصل مع الام ديالو، قال لك شافو وقال لك انا كنعرف عائلته، مشى باش يتواصل معهم. الدري راه في ايادي امينه كيف ما قلت لكم، يعني باش تعرفوا التنظيم ديال الرحبه، يعني باش تشوفوا التنظيم ديال الرحبه والعمل ديال رجال السلطات المحليه ورجال الامن. يعني انتم كتشوفوا دري توضر جا عندهم في البلاصه، يعني وشادينو حتى يبان شي واحد في العائله ديالو، يعني برافو لهم وشكرا على المجهودات الجبار اللي كيقوموا بها. وفين كيدير بخير؟ كلشي مزيان؟ ما كتعرفش الدري هذا؟ الدري صغير كتعرفوش؟ هنا الدري باقي صغير. ها شنو لابس؟ لابس نضالة سروال قري وتريكو ليموني. كتسكن تا في 80 ولا في 70؟ ها ما عارفش. حدا اش كتسكن؟ حدا اش؟ حدا اش؟ حدا اش؟ شي مول الحانوت شي واحد حداكم ما عارفش فكر. ها هاي غتجي مامك، هاي غتجي. يعني بارطاجيو هاد اللايف الناس اللي مضر ليهم شي دري صغير في الرحمه، هو راه كاين في الرحبه. الاخ ديالو راه سميتو امين، عنده 15 عام، هو راه هنايا في الرحبه ديال الرحمه. انتما كتشوفوا هنا فين كاين، يعني مع رجال الامن ومع رجال السلطات المحليه اللي برافو لهم على المجهودات اللي كيقوموا بها. كنتمنى على انكم تبارطاجيو وتوصل لعائلته، يجيو يشوفوا الدري راه باقي هنايا. يعني جا هو الاخ ديالو، يعني حسب ما قال لنا جا مع الاخ ديالو وتلف عليه. عبد المجيد قلنا ديو الكوميساري، الكوميساري راه كاين هنا، اش غادي لكم؟ الكوميساري راه كاين هنا، يعني رجال الامن راه كاين هنا، السلطات المحليه راه كاين هنا، يعني كل شيء حاضر هنايا. هو حاليا هو راه في الرحبه ديال الرحمه، اللي كيعرف شي واحد مضر ليه شي دري صغير يعني خرج الصباح ومضر، هو راه عند الناس المسؤولين على الرحبه ديال الرحمه. ما كتعرفش كنيتك؟ شنو كنيتك سيف الدين؟ شنو صافي سيف الدين بوحده؟ ها انت اللي عارف. فاش كتقرا سيف الدين؟ ها ما كتقراش؟ ما كتقراش؟ ها ما كتقراش انت كاع والو؟ بغيتي تقرا؟ اشنو بغيتي تولي فاش تكبر؟ بوليسي؟ ها شنو بغيتي تولي؟ كضحك. الدراري اللي جاو هنا دراري صغار، قال لك ان الدري كيسكن في بلوك 10 في الرحمه، يعني بلوك 10 في الرحمه. الناس اللي كيعرفوا بلوك 10 في الرحمه يشوفوا العائله ديال الدري هذا. الدري راه صغير مضر هنايا، راه مقبيله كيقول بغيت ماما بغيت ماما. يعني الدري حاليا راه ما مخلوع ما والو، راه في ايادي امينه، حاولوا نفوجوا عليه يعني باش ما يحس براسو انه راه تالف. اللي كيعرف في الرحمه كيعرف بلوك 10. اللي كيعرف بلوك 10 يتواصل مع عائلته. يعني سيف الدين راه في ايادي امينه، يعني اللي كيعرف شي دري صغير سميتو سيف الدين في بلوك 10 يمشي لعند عائلته ويقول لهم الدري راه في الرحبه ديال الرحمه، جا مع اخو امين وتلف.
ما كنظنش على انه يكون حافظ النمره ديال التليفون. سيف الدين حافظتي نمره التليفون؟ سيف الدين، سيف الدين عارف النمره؟ ما عارفهاش والو. يعني ما عارفش النمره ديال التليفون، يعني هو كيسكن في بلوك 10، يعني الحساب واحد جوج دراري صغار هما اللي جاوا قالوا لنا هنا. يعني الدري راه في ايادي امينه مع رجال الامن. جات ماما؟ جات بنت عائلته. يعني حاليا غادي يديو الدائره الامنيه الاولى اللي كاينه في الرحمه، يعني حدا الجامع. العائله الا كانت غتجي تمشي لحدا تمشي لحدا الدائره، يعني غادي يديو دابا رجال الامن تمايا باش يجيو عائلته ياخذوا الدري من تمايا. يعني شكرا لرجال الامن مره اخرى، شكرا كذلك لرجال السلطات المحليه على المجهودات اللي كيقوموا بها من قلب الرحبه ديال الرحمه. يعني الدري صغير ان فوا تلف وصل عندهم في الحين وكينتظروا العائله ديالو تبان. ما بانش العائله ديالو حتى واحد مازال ما سول فيه. غادي يديو الدائره الامنيه الاولى اللي كاينه حدا الجامع في الرحمه، والعائله ديالو غتقدر تاخذ الدري من تما. يعني ردوا البال لوليداتكم، الدراري راهم صغيورين، يعني تعيا ما تحضي ويهربوا ليك، ردوا لهم البال. علموهم بان راه الزنقه راه لا تلفتي راه مشكله باش ترجع في هذه الوقيته هذه. كاين شكرا لرجال الامن، شكرا للسلطات المحليه اللي قايمين بالواجب ديالهم، يعني على اكمل وجه. الدري ان فوا بان بانه تالف، يعني وصل عندهم في الحين، يعني ما كاينش تعطال، وصل عندهم في الحين. سولوا على عائلته، توصلوا بانهم راه كاينين في بلوك 10 في الرحمه، بلوك 10 مشاو الدراري كيقلبوا تمايا في انتظار على انهم يجيو. غادي يديو دابا الدائره الامنيه الاولى في الرحمه. في انتظار العائله ديالو تبان. شكرا لرجال الامن، شكرا للسلطات المحليه. الدري راه باقي في الايادي الامنه، باقي مع رجال الامن، مازال ما بانش شي واحد في عائلته. غادي يديو الدائره الامنيه الاولى اللي كتواجد بالقرب من المسجد. يعني اللي تلف لهم شي دري صغير في الرحمه هو راه كيتواجد حاليا في الرحبه ديال الحوال. شكرا لهاد الرجال، شكرا لهاد المسؤولين اللي كيقوموا بالواجب ديالهم على اكمل وجه. الله يدير لي سي تاويل ديال الخير. يعني الدري راه فرحان، راه ما مخلوعش، يعني كنحاولوا نضحكوا معاه نفاجئوا عليه باش ما يحس براسو انه راه مضر. استغفر الله العظيم. تبارك الله عليك خويا، تبارك الله عليك، راك انت تما. يعني انتم كتشوفوا، شوفوا معنا السلطات المحليه والقوات المساعده، يعني كيفاش كيقوموا مراقبه الداخل والخارج، يعني مراقبه دقيقه. كل شيء كيتقلب، كل شيء كيتم المراقبه ديالو الداخل والخارج على يديهم. تبارك الله عليهم على المجهودات اللي كيقوموا بها هنايا في الرحبه ديال الرحمه. يعني هادي ثالث عام كدار هنايا، برافو ليهم.
كنبغيو نشكرهم على هذا المنبر يعني، والشكر قليل في حقهم يعني، كيقوموا بواحد المجهودات اللي جباره فعلا يعني، كيبقاو من 7 حتى 7 ديال العشيه والصنك بالمجان ديال المشاهدين. العائله راه مازال ما بانت، غادي نوصلوا على نهايه هذا البث المباشر، نلقاكم في بث اخر ان شاء الله، والى اللقاء.